evening, ladies and gentlemen, سيداتي سادتي, مرحبا بكم إلى هذه أمسية اليوم. يسرنا جدا أن نستقبل هذه جلسة نقاش على الرواية العربية في العصر الراهن, حوار مع كتاب المؤهلين للفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية. فأنا فيليب كندي, مدير برمجة المعهد, ويسرني أن أقدم مديرة النقاش البروفيسور مارلين بوث, وهي زميلة أبحاث أول في جامعة نيويورك أبو ظبي منذ سبتمبر 2014, حيث تعكف على كتابة كتاب أو تأليف كتاب يدور حول النسوائية العربية المصرية المبكرة وإسهامات المرأة في مجال النهضة. وشغلت مارلين في السنوات الخمس الأخيرة كرسي العراق في الدراسات العربية والإسلامية في جامعة أدنبرا في اسكتلندا, أما في نهاية برنامج الزمالة في جامعة نيويورك أبو ظبي لهذا العام ستنتقل أسفا مارلين إلى جامعة أوكسفورد في بريطانيا. تعتبر البروفيسور مارلين تعتبر أيضا مترجمة أدبية نشطة, حيث ترجمت عدة أعمال أدبية عربية معاصرة إلى اللغة الإنجليزية, من أبرزها بنات رياض. ف without further ado, I'd give you Marilyn. Brian Philip. مساء الخير, أهلا بكم وأهلا بضيوفنا. يسرني جدا أن أقدم لكم الأدباء والأديبات الذين ترشحت أعمالهم للجائزة العالمية للرواية العربية في هذه السنة. تشتمل القائمة القصيرة للجائزة على روائيين وروائيات من فلسطين عاطف أبو سيف, ومن لبنان جانا الحسن, ومن سوريا لينا حيان الحسن, ومن تونس شكري المبخوت, ومن المغرب أحمد المديني, ومن السودان حمور زيادة. وأهلا بكم ونشكركم على الحضور. لأنه وقتنا محدود نسبياً, ونعرف أنكم عندكم أسئلة, ولذلك أنا سأطلب من الضيوف أن كل واحد يقدم نفسه شوية كلمات باختصار, وبعدين يقدم الرواية. ويمكن نحن كقراء نريد أن نعرف ما في الرواية يمكن أن يشدنا لقراءة روايتك. So هنبتدي بذلك, وبعدين أنا سأسأل يمكن سؤال أو سؤالين, وبعد كده سنفتح المناقشة على الجمهور. وأرجو أنكم لما تسألوا الأسئلة تختصروا بالكلام, وأيضا تستخدموا مكبر الصوت اللي كن معها. So هنبتدي الآن. عاطف, no, you start from there. Start from here. زيب, اوكي. يلا قوم يا عم. مين عايز؟ استنى ما تقولش تمييز. يلا انا عايز يتم تمييزي بان اختم. طب يلا قوم. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حمور زياده من السودان. روايتي التي شرفت بالوصول الى الصوت, روايتي التي شرفت بالوصول الى القائمه القصيره هي روايه شوق الدرويش. الروايه تدور احداثها في السودان في نهايه القرن التاسع عشر, عند نهايه ما يعرف في تاريخ السودان باسم الدوله المهديه.
هو رجل في تاريخ السودان، الإمام محمد أحمد ابن عبد الله، قال أنه هو المهدي المنتظر الذي يبعث في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. ويجب على كل أهل الأرض أن يتبعوه، من آمن به فهو مؤمن ومن لم يؤمن به فهو كافر، لا بد أن يتم قتاله. هذه الدعوة انتشرت في السودان وانتصرت وكونت دولة، وحاولت هذه الدولة أن تتمدد، ولكن الظروف التاريخية والظروف الموضوعية قضت عليها في سنة 1898. الرواية تدور أحداثها في تلك الفترة، محاولة أن تسأل سؤالاً عن إلى أين يمكن أن يأخذنا اليقين، إلى أي مدى يمكن أن نذهب خلف قناعتنا أننا نعرف الحقيقة المطلقة، ثم ماذا يمكن أن يحدث لنا عندما ينهار النموذج المثالي الذي نؤمن به، حينما نرى الواقع يطيح بقناعاتنا وبتصوراتنا للعالم. هذا أمر لعله حدث لمواطن في ألمانيا الشرقية عندما رأى الجدار ينهار. هذا أمر ربما حدث للذين شاركوا في الثورة الفرنسية وحرقوا الباستيل وآمنوا أنهم لن يستعبدوا بعد اليوم، فجاءت الثورة الفرنسية في الفترة الأولى بعصر من الإرهاب، ورأوا قادتها يقتلون بعضهم البعض. ما هي الأسئلة التي سيفكر فيها من يمر بهذه الحالة؟ حاولت أن أطرح هذه الأسئلة عبر حكاية تقليدية عن الحب المختلف ما بين عبد سوداني وفتاة مسيحية يونانية مصرية في هذا الظرف التاريخي الصعب، وأتمنى أن أكون استطعت أن أحكي هذه الحكاية بشكل ممتع لقارئ العربية في المقام الأول يعني، ولقراء اللغات الأخرى بعد أن يتم ترجمتها إن شاء الله. وأتمنى أن أكون نجحت في عرض هذه الأسئلة بشكل أدبي جيد، ففي النهاية مهمة الأدب أن يكون ممتعاً قبل أن يقدم أسئلة أو يجيب عليها. شكراً. شكراً. لنا مساء الخير، أنا لينا هويان الحسن من سوريا. روايتي ألماس ونساء رواية أردت من خلالها سرد لتاريخ دمشق، مدينة مثل دمشق التي تحمل في ذاكرتها عدة طبقات وتراكمات من الدواكر الأخرى لعدة حضارات، لعدة أديان، لعدة تراكمات لها علاقة في الدين بالدرجة الأولى. دمشق فيها يتعايش فيها عدة أديان كان في خلال مطلع القرن العشرين. حاولت من خلال النساء اللي بتبدأ مع بابور الهندوسية، الجارية الهندوسية التي وصلت دمشق ولم تعد بسبب اعتناقها الدين المسيحي، وحفيدتها الماز خانم التي تتزوج من الكونت اللبناني أو من الكونت الفرنسي من أصول لبنانية كرم الخوري، وتبدأ معه رحلة في باتجاه أوروبا، الحضارة المختلفة إلى حد ما عن دمشق المدينة التي كانت لم تزل بعد تعيش زمن الحرملك إلى حد بعيد، وتحديداً المجتمع الإسلامي الموجود في دمشق. عدة نساء كنهن هن البطلات المحركات للرواية، لهذا أخذت شرعية النص والماس والنساء. الماس هو الماسة التي تورثها الهندوسية بابور التي هي عين الإله فيشنو، التي تم اختلاسها بظرف قدري غريب، لكنها تستمر الماسة كثيمة أو مع تتوارث من امرأة لأخرى إلى أن تفقد في لعبة قمار في الجنوب الفرنسي،
ويقال أنها تظهر لاحقاً ضمن مجوهرات الملكة نازلي. المهم هي حكاية، عدة حكايات حقيقية غالباً. أنا أحب عادةً أقول لهم لا 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 أريد لأحد أن يروي لي أمامي حكاية لا يريدها أن تفضح. والمجتمع الدمشقي مجتمع فيه تراكمات رهيبة لحكاية جواري، مجتمع فيه جواري من روسيا، من الحبشة، من بقاع مختلفة من العالم بسبب القانون الحرملك الذي كان يسود دمشق. وغالب حكاياي بدأت من هناك، من الحرملك حيث المرأة ترتدي القبقاب بحيث الاختراع الذي اخترعه الرجل، بحيث لا يمكنها أن تمشي بضع أكثر من بضع خطوات. هناك نساء كان لديهن هذه الجرأة في خلع هذا القبقاب لامتلاك حرية، لامتلاك أردنا. هناك من يعتقد أنني أتكلم عن نساء هربن من دمشق، لم يهربن بقدر ما هن أردنا تحقيق أحلامهم. كل امرأة لها حلم، حلم أحياناً من خلال الحب، تريد أن تحقق نفسها من خلال قصة حب أو مال أو طموح أو مجد. معظم الشخصيات لدي هي كانت في هذا المنحة. لا أزعم أنني حملتها أو أريد لها أن تكون ذات أسئلة كبرى أو سمات وجودية كبرى، لكن المرأة أردت تسليط الضوء على هذا المجتمع في تلك المرحلة الزمنية. وعلى فكرة هو مجتمع مغبون، ومن التو كنا في حديث حول مسلسل باب الحارة، هو مسلسل غبن حق المرأة الدمشقية في مرحلة يعتقد الناس أنه في عام 1925 و30 أنه إحنا لم تزل في الجلباب، وعلما كان لدينا طبيبات في ذلك الوقت من الزمن. لا أدري إلى أي حد وفقت في قص أو حكي. عدة حكايات لعدة نساء في ضمن ألماس ونساء. الجزء الثاني طبعا هو يستند إلى الجزء الأول، فيه برلانت، فيه تحمل أسماء برلانت يعني الألماس أيضا. برلانت أيضا هي نموذج للمرأة المعاصرة التي تريد ترفض الأمومة وحتى الزواج للحفاظ على الحرية. قد تختلف الكثيرات من النساء مع منطق برلانت، لكنها هي موجودة شئنا أم أبينا. شكرا لكم. شكرا. شكري. أهلا، مساء النور. شكري مبخوت من تونس. أنا جامعي، إذن هذا الفضاء يعجبني لأنني أقضي فيه أكثر وقت. بتحب المنصة. أنا مجبر على أن أكون دائما في المنصة بحكم الدروس والمحاضرات، ولكن أيضا لاحظت هذه الملاحظة لكي أقول أنها أول رواية لي لم أخطط لها، وإنما فرضت نفسها علي باعتبارها شكل من أشكال التعبير الذي وجدت أنه الوحيد القادر على التعبير عن هواجسي في هذه الرواية. الرواية تتحدث ببساطة عن مسيرة شاب تونسي كان مناضلا طلابيا في اليسار التونسي، طالب يساري ماركسي لينيني، عاش صراع الجامعة التونسية ضد الإخوان في تونس وضد قمع السلطة السياسية أيضا، لأن الأحداث الأساسية تدور بين سنة 1986 و1990. إذن هذه الفترة هي في تاريخ تونس نهاية عهد الزعيم الحبيب بورقيبة وبداية عهد الرئيس الذي أصبح الآن يسمى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي صعد إلى السلطة بانقلاب عسكري، انقلاب نسميه في تونس انقلاب بشهادة طبية لأنه لم تصل أي قطرة دم ولم يشارك العسكر مباشرة، فكان انقلاب سلمي بين ظفرين. المهم أن هذا الشاب في مساره الشخصي اليساري الذي كان مناضلا في الجامعة زعيما طلابيا يخرج الحياة فيكتشف
أن الحياة ليست مثل الأفكار التي يقرأها في الكتب الحمراء أو التي يعيشها في بيئة ضيقة هي الجامعة. هذا واقع تونسي، قد توجد في بلدان أخرى ما يشبهه، ولكن هذا ما عشته شخصيا وأعرفه. ويدخل إلى مؤسسة الإعلام ويكتشف الدولة كيف تهيكل الرأي العام، كيف تقمع الرقابة إلى آخره. لكن بالتوازي مع ذلك يرتبط بطالبة، طالبة فلسفة، لا أدري كيف خرجت من يدي هذه الشخصية، فهلا أخفي عليكم أنني أغرمت بها، ولكن كان لابد لي أن أنهيها حتى لا تصبح مصدر غير لزوجتي. لذلك قضيت عليها بشكل من الأشكال بكل سادية، تضحك جنا، ولكن هكذا هو الروائيون يصنعون، يحاكون الخلق فيصنعون ويعدم. على كل هذه الرواية كما قلت، أحب أن أقول أنها رواية جيلي أنا. لماذا كتبتها؟ الخرافة فيها كثير من التفاصيل، وأعتقد أنها تشد هذه التفاصيل، ولكن لم أكتبها لكي أؤرخها، ولم أكتبها إلا بدافع حيني. شرعت في كتابتها أواخر سنة 2012 حين كان الإسلاميون يسيطرون على دولي بالحكم ويسعون إلى أخوانة البلاد، أي جعلها حسب منطق الإخوان المسلمين. كنا نعيش حالة من الرعب، على الأقل شخصيا كنت أعيش حالة من الرعب. إلى أين نحن سائرون؟ هذا البلد الذي مثل ما يسمى بالربيع العربي، وطالب أهله وناسه طالبوا بالعدالة بالحرية بالكرامة، أصبحنا نتحدث عن هل يمكن للمرأة أن تلبس القصير أم ينبغي أن تلبس النقاب؟ سنتدخل في الحريات الشخصية. وهذا اليسار الذي رفع الشعارات الجميلة التي قالها الناس، نجده عاجزاً أمام هجوم الإسلاميين على السلطة وعلى المجتمع والسلفية وأنماط مشتقات عديدة من هذه الطوائف الفكرية التي، فكنا مصابين بالرعب. لكنني كنت أيضا أفهم بالنظرية ما قاله غرامشي من أن المفكر الإيطالي، أن الثورات تتحدد أيضا بظهور بعالم يريد أن يولد ولكنه لا يستطيع، وعالم قديم ينبغي أن يزول ولكنه لا يزول، فتطلع أشباح الماضي. هؤلاء كانوا عندي أشباح الماضي. كتبت هذه الرواية لأسأل سؤالا بسيطا، لماذا أخفق جيلي من الناس الذين حملوا القيم الإنسانية والكونية، وأخفقوا في أن يكونوا هم في السلطة ويجسدوا هذا؟ هذا السؤال الأول سطحي، ولكن السؤال الأهم هو محاسبة لهذا اليسار التونسي على الأقل، ولكن الأمر قابل للتعميم، محاسبة لهذا اليسار الذي عجز عن أن يطرح السؤال الأساسي في تقديري، وهو سؤال حرية الفرد. فكل الشخصيات كانت تتوق إلى الحرية ولكنها تنتهي خائبة، تنتهي في خيبة. كل الشخصيات جاءت هكذا، ليس الأمر بالضرورة دائما مخطط له في الرواية، جاءت لأن السياقات التي تنمو فيها هي سياقات خانقة قاتلة في بنية تقليدية يسيطر عليها فكر ديني متخلف، وليس الدين في معناه الحقيقي الذي يمكن أن يفضي إلى الحرية. يسيطر عليها جهاز قامع، جهاز سلطوي قامع لأي نفس تحرري، خاصة النساء. كنت أرى رغبتهن في الحرية، ولكن كنت أرى أيضا ضغط الواقع عليهن، فلا يمكن للمرأة أن تتحرر إلا إذا دفعت ثمنا باهظا. هذه هي الرواية باختصار، رواية تريد أن تقول
لا مستقبل لنا، تريد أن تقول لا تريد أن تقول لك، تريد أن تدفع الناس إلى أن يتحاوروا حول مسألة أساسية لا مستقبل لنا في عالمنا العربي. من كيفاش يقولوا من المحيط إلى الخليج؟ إلا بالحرية الفردية باعتبارها حجر الأساس في مفهوم المواطنة. هذا حديث سياسي، ولكن أرجو أن تأخذكم الحكاية وما فيها ربما من تشويق ليظل هذا الجانب الفكري هو موضوع الحوار بعد قراءة الرواية وليس قبل قراءة الرواية، وأعتذر عن الإطالة. شكرا. جانا جانا فواز الحسن من لبنان. روايتي طابق 99 على الرغم من أن العديد من الأشخاص اعتبروا أنها تتحدث عن الحرب، وهي فعلا أنه التيمة الرئيسية في الرواية، ولكن الرواية انطلقت بالنسبة لي من سؤال أساسي، وهو سؤال رافقني منذ فترة طويلة، وهو سؤال أظن يعني أنه ليس سؤالي وحدي ولكن سؤال للجميع: هل الإنسان أقوى من ظروفه أم أن ظروف الإنسان تتحكم بمسار حياته وهي التي تشكل مستقبله؟ ومن هنا بدأت تتكون بالنسبة لي الشخصية أو إحدى الشخصيات الرئيسية في الرواية، وهو مجد، الشاب الفلسطيني الناجي من مجزرة صبرا وشتيلة التي ارتكبت على يد يعني الكتائب اللبنانية والإسرائيليين، يعني كان لهم حصة فيها في عام 1982، ونجا من المجزرة لكنه فقد والدته هناك وأصيب بندبة في وجهه، وفقد أيضا قدرته على السير بقدم سليمة. وبعد أن حدثت المجزرة قرر والده أن يسافر به إلى أمريكا لأنه لم يرى جدوى في القتال في غير أرضه، وبالتالي تمكن هذا الشاب من أن يكون مستقبلا مهنيا ناجحا، ولكنه انفصل بشكل أو بآخر عن الماضي الذي عاش فيه، وتعرف هناك إلى فتاة من يعني أهلها من الكتائب، وهي مسيحية أي بما تجسد من صورة العدو القديم، وبدأت قصة الحب بينهما هناك لكي يصبح كل منهما مرآة للآخر. وبالتالي فجرت الفتاة الأسئلة داخل هذا الشاب الذي كان يحاول أن يغض النظر عن ماضيه، وهو أيضا فجر بالنسبة إليها الأسئلة عن الحرب الأهلية، الحرب الأهلية اللبنانية التي دامت منذ عام 1975 حتى العام 1992، وانتهت من دون أن يخبرنا أحد. نحن أجيل الذي لم يعيش الحرب، يعني لم يخوض الحرب، ولكنه ولد فيها وعاش تبعاتها، وبالتالي وجدت أنه هو أيضا يفجر في داخلها هذه الأسئلة عما إن كانت الحرب الأهلية اللبنانية انتهت فعليا، وعن هذا المجتمع التي تأتي هي منه، وعن وطنها بشكل عام. وبالتالي وجدت نفسي أكتب عن الحرب، وأظن أني كنت مسكونة في لا وعي بسؤال الحرب، لأني أنا شخصيا لست من الأشخاص الذين عاصروا الحرب، يعني أنا ولدت عام 1985 أي بعد أن كانت الحرب قد بدأت بعشر سنوات وقبل أن تنتهي بسبع سنوات، ولكن يعني طوال فترة نموي يعني كنت أسمع هذه القصص التي حدثت لأقرباء أو التي حدثت لأفراد من العائلة، أو هذه الخسارات التي قد تكون أيضا شخصية أحيانا، وكنت أسمع يعني كانت مجرد عبارة حرب أهلية بالنسبة إلي يعني تثير الذهول، أنه أهلية هي كلمة حميمة وهي كلمة يعني فيها الكثير من المفترض أن يكون فيها الحب أو العاطفة،
والحرب هي يعني هي امر بغيض، فكنت اسال نفسي كيف يعني كيف يمكن ان نطلق على الحرب هذا اللقب، لقب اهليه. وبالتالي بدا اهتمامي بهذه الحقبه التي انا ايضا شخصيا لم اكن اعرف الكثير عنها، وبدات الاسئله حول الحرب اللبنانيه وحول العلاقه بين اللبنانيين وبين المكون الفلسطيني الذي هو موجود حاليا في لبنان والذي كان موجود اثناء الحرب، والذي اعتدنا كلبنانيين ان نقول دائما الان ما نقوله هو ان حربنا التي لم تنتهي، والتي يعني في الذكرى الأربعين للحرب منذ في 13 نيسان اي الشهر الماضي، يعني على صفحات التواصل الاجتماعي كان الجميع يعني يقولون ان الحرب لم تنتهي، لان لدينا اكثر من 17 الف مفقود في الحرب، ولدينا نظام سياسي قائم على مخلفات الحرب، اي ان امراء الطوائف زعماء الطوائف وامراء الحرب والميليشيات انتقلوا الى المناصب الرسمية، وبالتالي انتقلت عفوا الحرب من الشارع الى الشرعية السياسية والشرعية المؤسساتية. وهذا يعني هذا ما وجدتني أكتب عن الحرب، لأني أعتبر أني أعيش تبعاتها، يعني أنا أعيش في بلد لا أجد فيه شعورا بالمواطنة، أجد نفسي وسط جماعات طائفية وسط جماعات سياسية، وإن كنت ترفض أن تكون يعني ضمن هذه المحسوبيات، وهنا أعود إلى ما كان يقوله الأستاذ شكري وهو يتحدث عن الحرية الفردية، وأنا أيضا مثله أؤمن بأننا يعني لن نستطيع أن نخترق هذا الحصار الذي نعيش فيه، الحصار الداخلي والحصار الرسمي، إلا إن استطعنا أن نعطي هذه الفردية حقها في مجتمعاتنا، والحرية طبعا من المحيط إلى الخليج ذهبا وإيابا. ومن وبالتالي يعني ابتعدت قليلا عن موضوع الرواية، ولكن أنه في الرواية هناك قصة الحب بين هذا الفلسطيني الناجي من المزدرة وبين هذه الفتاة المسيحية، وهناك أيضا السؤال حول إذا كان الحب يستطيع أن يتغلب على المآسي. ولماذا هذا السؤال؟ لأني أنا أؤمن أننا جميعا ضد أشياء كثيرة، نحن ضد الفساد، نحن ضد الكراهية، ضد الظلم، هذا ما نقوله كل جميعا، ولكن نحن لا نقول نحن مع، نحن يعني. وبالنسبة لي عندما تقول أنك ضد شيء يجب أن ترفق العبارة بأنا مع، لكي تتمكن أن تستبدل أو لكي تتمكن أن تبني. وبالتالي الإجابة معروفة بالنسبة لي، القيم الإنسانية هي الحل لكل المآسي التي يعيشها البشر، ولكن ما يهم فعليا هو الأسئلة والصراعات التي تترافق معها. وبالتالي بقي السؤال معلقا أيضا بالنسبة لي، لم تجد الرواية إجابة حول ما إذا كان الحب يستطيع أن ينتصر على الحرب، لأني واقعية بما يكفي لكي أرى العكس، ولأني حالمة بما يكفي لكي أتأمل أن يكون كذلك، وأتمنى أن تجدوا فيها يعني ما يثير اهتمامكم. شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد. مساء الخير. أحمد المديني كاتب وأستاذ جامعي، وأهم من هذا وذاك أنني إنسان ومواطن. لماذا؟ بالحال ستقولون إنسان. نعم، إننا نحن البني آدم العربي منذ أن نظهر على هذا الكوكب، ونحن نحاول أن كل واحد منا أن يكون إنسانا ولا يسمح له، وأن يكون مواطنا ولا يسمح له، يكون هو مثلا جزء من الرعية، ولكن أن يكون مواطنا فلا يأخذ حق، يوهب، تقدم له هبات، ولكن لا ينتزع، حتى إذا انتزع حق يسمى هبة أو مكرمة. لذلك أنا منذ أن ولدت وأنا أحاول أن أكون إنسانا،
وأن أكون مواطنا. وهذه الكتابة، هذه الرواية جزء من هذا البحث الذي بدأته منذ سنوات عديدة، لأنني اقترفت، يقولوا هذه الأيام شباب، اقترفت ومثل جريمة مجموعة من الروايات السابقة. وهذه الرواية بالذات أردت أن تختلف عن ما كتبت لاسمها ممر الصفصاف. الروائي العرب إجمالا يكتبون، يريدون أن يكتبون عن القضايا الكبرى الشمولية، كأنهم رسل، كأننا نحن كلنا رسل، وكل واحد منا يريد أن يبحث، أن يأتي برسالة جديدة للبشرية، لأننا على الأقل بالنسبة للمسلمين رسولنا أجد أو نبينا حمل رسالة. في هذه الرواية أردت أن أنطلق من قضية صغيرة ووجود صغير لكائن، كائنات، لا أنا أطرح أسئلة ولا أنا أريد أجوبة، أريد أن أرصد، أردت أن أرصد ما على الأرض في من أجل نسق يسمى، مثلا يمكن تسمى رواية ما يسمى بالمجال. المجال هو حضور الإنساني في المكان. كيف يمكن للإنسان أن يكون هذا المواطن أن يمتلك حق الوجود في المكان من خلال قصة تحدث دائما، يمكن أن تحدث في دبي، أن تحدث في الدار البيضاء، في تونس، في بيروت، في غزة اللي عندها وضع خاص، في الخرطوم، في الخرطوم، في أم درمان، وهو حي جديد يوجد، وهذا الحي الجديد يظهر في مدينة ويأتي إليه بشر جدد، وهناك أناس آخرون يطردون من هذا الوجود، هم موجودون في هذا المكان ولكنهم يهجرون من هذا الوجود لكي يحتلهم ناس، بشر آخر باسم أن يوجدوا، وليس بشر فقط بل كائنات، منهم مثلا كلب صديق خير الدين، الفنان خير الدين. فهذه الكائنات كلاب، قطط، حشرات، ولأن الإنسان أيضا هو بمثابة حشرة وكلب وقطة، أي لا يتمتع بأي حق وبأي، وهذه الكائنات مجرد تبحث عن شيء، كلها تبحث عن شيء إذا كان، وهو عن حق الوجود. أما الأسئلة الكبرى، الحرية، الكرامة، فهذه تتوالد داخل سياق قصصي حكائي. أنا لن أحكي لكم روايتي حتى تقرأوها. شكرا. أنا بديش أحكي بالمرة برضو عشان مغان تحرم من الكلام لأنه أنت غيرت اتجاه الحديث. مرسيك بالخير. بداية أنا اسمي عاطف أبو سيف، من العائلة يعني من فلسطين، عائلة هجرت من مدينة يافا، ساكن مخيم جبالية شمال مدينة غزة. يعني هي أنا دائما بقول، أنا بحبش أحكي قصة الرواية بس ما أنه يعني سيروا انفتحت رغم أنه أغلقها للدكتور. لا هي طلع يعني أنا لما بدأت أكتب هاي الرواية بصراحة، يعني طبعاً الرواية بدأت أكتبها في ذروة الانتفاضة الثانية، في ذروة الانتفاضة سنة 2002، وطالع ذروة الاجتياحات الإسرائيلية لغزو وضفة. كانت تكون دائماً يعني بصراحة مهجوس في فكرة الناس اللي عم بتموت فجأة، يعني فيش حدا بتموت فجأة بالآخر، يعني أوكي كل واحد قضاء وخلص وقدر انتهى، بس كنت بتطلع على أصدقائي وأفراد من عائلتي يعني وآخرين، إنه ككل فلسطيني معاصر يولد خلال الحرب ويموت في الحرب. يعني معظم الفلسطينيين اللي عايشين الآن، ال 11 مليون، أغلبهم إن لم يكن كلهم قد ولد في حرب ومات بسبب الحرب أو خلال الحرب، يعني بهذا المعنى. وكنت دائما بفكر انه طبعا هذا قد يكون قدري وقدر الاخرين كما كان قدر كثير من اصدقائي واطباق تربي وزملائي في المدرسه في المخيم وكذا. فاجت فكره الموت اللي مرتبطه بشكل كبير بمفهوم البطوله والتضحيه والعطاء، ومرتبطه كثير بالمفهوم الانساني الاشمل. وكنت قعدت فتره بصراحه، وكان في ذلك يعني عشان ما اكذبش فتره مكتبت اول سطر من الروايه تقريبا 5-6 من اللي بعرفهم كانوا قد استشهدوا يعني. فصرت أقول يعني بمطلع الرواية اللي بقول ولد نعيم في الحرب ومات في الحرب أيضا مثل أي صدفة أخرى، قد عاد 6 أشهر بعيد فيها كتعويذة وترنيمة. بدرس في إيطاليا في ذلك الوقت في مدينة فلورنس،
بطلع وبنزل على الجامعة أنا بكرر فيها بعرفش ليش طبعا. من ثم طبعا يعني كأي زي الكاتب يعني الواحد ما، وأنا بتفق مع الدكتور إنه الرواية ليست يجب ألا تكون رواية مفاهيم، يعني معنى إنه أجيب مفهوم بدي أركب له رواية، أجيب فكرة كبرى وبدي أخلق لها حكاية وحدوتة، يعني لازم الحدوتة تكون هي التي تشع وترسل الأفكار والمفاهيم التي تحمل لشخصيات الرواية. فمن هاي الفكرة أجيب يعني، وكنت بنفس الوقت لما بروع المخيم بلاقي صور كل هدول الناس على الحيطان بوسترات، يعني حدا بكون مثلا زي أخوي الله يرحمه أو زي سالم صديقي أو غيره، أصدقائي طبعا كثر، فجأة اللي كنت تحكي أنت وياه ثاني يوم بتلاقي بوستر على الحيطة بتحول لصورة. فبدت من هون بدت قصة الرواية. صاحب المطبعة نعيم الذي اعتاد خلال 40 سنة على طباعة بوسترات الشهداء واواوا، فجأة بيفتح محل مطبعته قناص إسرائيلي بطخه بيستشهد، فبدهم يحولوا له بوستر. من هون بخش النقاش الحميم ما بين ابنه وما بين الشباب في المخيم. هلا موت نعيم بيفتح صندوق الحكايات في المخيم، قصة طويلة بتصفي تنتهي بموت آخر، موت الحاج خليل خلال صراع سكان المخيم مع السلطة السياسية على مصادرة التلة، التلة التي تحمل يعني رموز دينية ورموز وطنية وما إلى ذلك، وتريد السلطة السياسية مصادرتها من أجل إقامة أكبر مسجد في المحافظة وأكبر مول تجاري في المحافظة وأكبر مخفر شرطة في المحافظة. خلال هذا الصراع بموت نعيم، تبدأ الرواية بجنازة بموت خليل، تبدأ الرواية بجنازة نعيم وتنتهي بجنازة خليل. وكأن هذا وجهة نظري، الحياة في فلسطين هي فسحة بين موتين، بريك يعني أنت كل اللي بتعيشه عمليا بريك من هذا الجانب. طبعا بجانب المحامين الأخرى للصراع الاجتماعي والصراع المعرفي والصراع والتحولات، الجانب أنا بدي أقفل بس بدي أحكي آخر جملة. الجانب الآخر اللي كنت حاولت بصراحة أحكي فيه إنه نحن في فلسطين عندنا مشكلة في المكان، لأنه مكان فلسطيني غير كامل وغير ناضج. يعني كانت عندنا يافا اللي جاء منها جدي وكذا وظهرت كمدينة متوسطية، ثم جت النكبة ودمرت يافا وأكلت حيفا وأتت على اللد وما إلى ذلك وسأصبح الفلسطين، فبالتالي غابت تفاصيل المكان. طبعا هذا الكلام إحنا فينا نسحب من غسان كنفاني لإيميل حبيبي لجبر إبراهيم جبرة لكل أباء الرواية الفلسطينية انتهاء بيحي يخلف كل الجيل الجديد أو الجيل يعني بمعنى هلا. فحاولت في هذا المكان أقدم غزة كمدينة، يعني بمعنى غزة بمعنى أنه الفلسطيني مش بطل وبس، فلسطين صحيح طبعا هو بطل يعني بس أيضا هو إنسان، يعني في غزة أيضا هناك ناس يحبون ويكرهون ويغارون ويتقاتلون على الميراث وناس تشعون طبعا زي ما فيها المناضل والبطل وفيها الانتهاز وفيها ما إلى ذلك، كل هذا بخلال صراع لكي يتم تقديم حكاية الرواية عن الموت المفاجئ لنعيم صاحب المطبع في المخيم. شكرا كثير. من الخليج الى موت. لا يا عم احنا على قد احنا في غزه على قدنا يا عم. شكرا جزيلا لكلكم على الكلام عن الروايات. هذه الروايات المتنوعة جدا، وأكيد أنه في أسئلة كثيرة ترفع من هذه المناقشة. أنا أريد أن أسأل أولا، هذه الروايات أو معظمها ترجع إلى الماضي وفي تركيز على التاريخ، والأستاذ شكري قلت أنه أنا لا أؤرخ، طيب لكن ما هي الارتباط أو ما هي أدوار التاريخ في الرواية؟ وأيضا أنا لاحظت، معرفش هذا صحيح ولا لا، لكن لاحظت أنه في الفترة دي في اهتمام شديد جدا بالتاريخ في الرواية، وأنا حاسة إن مثلا من 10 سنين إنه في تركيز أكثر على مش عايزة أقول الرواية التاريخية لكن التاريخ في الرواية. وهل أنتوا بعضكم تتكلم عن الاهتمام بالتاريخ في الرواية، يا إما بشكل شخصي بالنسبة لل
تأليفك للرواية أو بشكل عام؟ طبعاً دائماً في العلاقة دائماً موجودة، لكن في فترات يمكن في تركيز أكثر مما في فترات أخرى. قد عاوز لا هو شكري أنت التاريخ عليه صلاة حتى التاريخ دينا. أوكي أنا بالنسبة لي حقول إنه لا يمكن إنه لا يمكن القفز فوق التاريخ. منذ اليوم الذي بدأت فيه يمكن لعل بلزاك هو أكثر حدا أثبت إنه الإنسان متجذر في التاريخ. لابد لفهم الحاضر، لابد من التاريخ، لابد من العودة إلى التاريخ، قراءته مرة أخرى، الاستنتاج. مهمة الرواية هي الرواية كجنس أدبي وكفن يتيح لها ويبيح لها مساءلة التاريخ، لكن على طريقة مخالفة للمؤرخ. المؤرخ يكتب الأشياء بحذافيرها دون قراءة ما بين السطور، بينما الروائي يمكنها أن يفعل ذلك بإلمام أكبر، لأنه عمليا هو يستجلب شخوص مغروسين في الشارع. يعني لما كتبت أنا عن مرحلة المهجر السوري ومرحلة سوريا، قعدت مدة منيحة بالميكروفيلم والوثائق لحتى أعرف كيف كان السوري عايش ببوينس آيرس، كيف كانت علاقته مع لغته وعلاقته مع علاقة الأجيال، التسمية، السوري اللي بيتزوج من وحدة مكسيكية، أو شو مصير الأبناء. ضروري نتبع، ضروري نحاول نفهم. مهمة الرواية هون هي الكشف ومحاولة فهم هدول الناس، مو تقييمهم. يعني إحنا ما منقيم دون كيشوت لما مات كرواية مغامرة، هي رواية عمليا إلى حد ما تسخر المغامرة، لكن هو مات عظيم مع أنه مهزوم. هي هيك الشخصيات، وإحنا هيك طريقة مساءلتنا للتاريخ. شكرا. أظن مش هذا هو السؤال إذا سمحتي. لا بس أظن سؤالك يتعلق ب أن هذه الروايات، أغلب هذه الروايات تستثمر التاريخ في حد ذاته، حقائق ووقائع معينة، لا وليس التاريخ مطلقا. زوزي اللي جاوبت عليه والأخرى لا يبدو هذا أنت على كل يظني سأتحدث عن أمرين. أمر الأول، لماذا عدت إلى هذا الجانب من التاريخ قريب بالنسبة إلي؟ سبب بسيط جدا، وهو أن الحديث عن الأوضاع التي عاشتها بلادي بعد الثورة كان مستحيلا حديث الروائي روائيا، لأن الرواية فيها بعد تأمل. كل عمل روائي يتأمل المعطيات، ليس سردا لأحداث، ليس سردا لوقائع لحكايات. هو بالفعل سميتها أنت مفاهيم، ولكن أن السرد هو الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نستخلص المعنى من هذا الركام الأحداث. إذن القضية ليست مفاهيم نبدأ بها أم نصل إليها، وإنما هذا الاستخلاص. في رأيي أن ما عشناه هو فترة التحول، فترة التحولات واضطراب وبلبلة. لذلك نفس الفترة وجدتها تشابه كبير بين ما عشته بعد الثورة في تونس وما كان في فترة الانتقال من عهد بورقيبة إلى عهد بن علي. إذن هذا التشابه هو الذي دفعني إلى أن أعود إلى الإطار التاريخي الذي هو جزء قريب من تاريخ تونس. الأمر الثاني في علاقة الرواية بالتاريخ، أعتقد أن الرواية حتى الرواية التاريخية، مثلا نأخذ رواية حمور الزيادة أو روايات أخونا المغربي الذي كتب تقريب كله في التاريخي، شو اسمه هذا الأندلسي ومجنون الحكم سالم حميش، سالم حميش مثلا، اعتبار لا يقدم لنا التاريخ، لا يستطيع الرواية أن تقدم لنا التاريخ في معنى. أهم شيء في الرواية ليس تلك المعلومات التاريخية، أهم شيء في الرواية حتى التاريخية هي أن الإنسان في سياقات وفي وضعيات كيف يتصرف وكيف يرد الفعل. فالسؤال الذي ينبغي أن يطرح، ما هي المعرفة التي تقدمها الرواية؟ في تقديري حتى الرواية التاريخية لا تقدم هذه المعرفة التاريخية، وإنما تقدم
ما يحلو لي أن أسميه أرشيف الألم الإنساني، أرشيف العواطف الإنسانية، أرشيف ردود الفعل الإنسانية في وضعيات. فالذي يثرينا من المعرفة الروائية هو هذه الاحتمالات في الإنسان حين يسير في طريقه نحو غاية ما، أو أحيانا نحو انعدام الغاية. شكرا. أنت كاتب عن القرن 19؟ خليني أنا كاتب، أنا كاتب عن تاريخ القرن 19. تضحك عنك وعنك والله. طيب اتكلم عني خلاص. لا أنا بدي أقول يعني هلا شيء ملوش علاقة في كتابتي، بس بدي أحاول يعني أخليه كإنسان مهتم بالأدب. هلا الواقع هلا هو صحيح في عودة عربية في الرواية العربية الجديدة للتاريخ، واضح طبعا مش بجملة الأعمال المرشحة للبوكر بأغلبها، حتى بالروايات الأخرى. أنت لاحظ إنه هذا بآخر لا مش بسبب انتكاسة الدولة القومية العربية الناشن ستيت في الوطن العربي وما إلى ذلك، لا تحديدا بعد الربيع العربي في يعني لما برجع حمود للفترة المهدية وبترجع أنت لفترة. أنا قبل روايتي معظمها قبل الربيع العربي بكتب بالتاريخ في الشتاء العربي. الشتاء العربي في الشتاء لأن الحالة العربية كان في محاولة تفسير الوضع، العودة لمرحلة الأسباب التي قادت خلال المسيرة العقود للحظة التاريخية هاي يعني بهذا المعنى. طبعا وأنا إذا بدي أعرج على الرواية الفلسطينية انه تحديدا الروايه الفلسطينيه مهجوسه بالماضي، بحكم انه هو الماضي يعني لا يوجد يعني يعني انا عم بكتب على غزه في القرن 21، بس لانه معظم الشخوص هي في مخيم لاجئين فكل ذكرياتها موجوده في يافا في القرن بمطالع القرن العشرين. وهذا احد سمات الروايه الفلسطينيه عمليا انها مسكونه بالذاكره ومعجونه على الحنين، والفلسطينيين مدمنين في الحديث عن الماضي. يعني اجمل الناس يحكوا عن الماضي الفلسطينيين لانه دائما اللحظة الراهنة أفضل من اللحظة القادمة بالنسبة لهم، لأنه مستقبلهم يسوء أكثر فأكثر. وهو المفارقة ليست غريبة، هو العالم العربي من محيط ولا كعبه مش لخليجه يعني إذا بدك. فبالتالي لا يمكن الإفلات من التاريخ بالفلسطينية. التاريخ حنين. هلأ في الحالة العربية أنا بظن في بقية الحالة العربية أنا أظن هو مختلف، ومحاولة إما لتجاوز آلام الحاضر لأنه مش عم بلبي طموحات الحرية اللي بحكي عنها وأنسنة الأفراد، وبنفس الوقت أو أنه محاول للبحث عن جذور التكوينات الآنية اللي قادت للسياق العربي المأزوم هذا بشكل كبير. شكرا. أنا أعتقد يعني إذا جاز لي أن أختلف مع الأساتذة الجامعيين أن هي المسألة ليست مسألة التأريخ. أنا أعتقد دائما أن الرواية في حد ذاتها هي عملية تأريخ، حتى لو كنت تكتب عن الواقع المعاصر فأنت تؤرخه لمن يأتي فيما بعد من الأجل. الرواية الواقعية في مجملها هي عملية من عمليات التأريخ. إنما لماذا العودة إلى الماضي؟ هذا السؤال الرئيسي. أعتقد أن إجابة أميرتنا لنا والتي اتفق بعضكم معها أنها هي يعني للوصول لنعرف أين لماذا وصلنا إلى النقطة التي وصلنا إليها علينا أن نعرف من أين انطلقنا أو الماضي الذي تحركت فيه. لكن أنا أعتقد أن هناك جانب آخر بالنسبة للمنطقة العربية تحديدا، أننا لم نجاوز هذا الماضي بعد، نحن ما زلنا نعيش في الماضي بنفس مشاكله بنفس أسئلته. يعني ربما اختلفت لدينا بعض القيم الحضارية والمكتسبات الحضارية عمن كانوا يعيشون في الماضي. إذا كانوا هم يركبون الدواب أصبحنا نحن نركب السيارات، إذا كانوا يرتدون الجلاليب والنساء يرتدين النقاب فأصبحنا نرتدي الفول سوت والنساء يرتدين الفساتين الجميلة. هذا اختلاف في ظني ظاهري وليس عميقا. نحن ما زلنا في المنطقة العربية نواجه ذات الإشكالات التي واجهها أجدادنا، ما زلنا نطرح ذات الأسئلة التي طرحها أجدادنا، ما زلنا رهينين للحظات تاريخية. القضية الفلسطينية ما زالت رهينة للحظة 48، وما زالت رهينة للحظة أن نلقي بهم إلى في المحيط
السودان ما زال رهينا للحظات تاريخية أنه غزي من مصر وغزي من بريطانيا وأنه في القرن التاسع عشر حدث كذا فنحن لن نترك ثأرنا. هذه كلها مسائل أنا أعتقد أن العالم العربي عالق فيها حتى اليوم. لذلك بالنسبة لي لا أعتقد أني هربت إلى الماضي ولم أكتب عن الماضي لأرمز به للحاضر، إنما لجأت للماضي لأن فيه حكاية ممتعة هي فيها نفس ما نواجهه اليوم بشكل بسيط. الشق الآخر، آسف على الإطالة، الشق الآخر أعتقد أن هذه ملحوظة جميلة جدا، أنه لماذا ليس فقط روائي البوكر 2015 الرواية العربية 2015 إنما أوسع من ذلك، هناك كتابة كثيرة عن الماضي. أعتقد أن هذا سؤال نقدي الكتاب أنفسهم لن يستطيعوا الإجابة عليه بدقة، ربما كل كاتب منا كما حدث الآن يجيب عن نقطته الشخصية، لكن فعلا أعتقد أن الرواية العربية تحتاج من النقاد أن يحللوا لماذا ظهر هذا المناخ وهذا الاتجاه في الأدب العربي الحديث الكتابة عن الماضي، ولماذا وجد هذا المناخ عند القارئ أن يتقبل الكتابة عن الماضي. شكرا. 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 هتاني ملاحظة إذا سمحت، في مفهوم في معنى الكلام سوري آسف أنا أحب تغشك الإجابة لابد من ضبط بعض من وجهة نظري على الأقل من ضبط بعض المصطلحات. أولا حين نتحدث انطلاقا من سؤالك كما فهمته، كلنا يمكن أن يفهمها بطريقة ما وكلنا يمكن أن يكتب التاريخ كما يتصوره. هناك التاريخ، التاريخ هو ما استقر في الماضي واكتمل أحببنا أم كرهنا، هذاك التاريخ. وهناك تاريخ منساب ومتململ وهو الذي كتب عنه دكتور شكري مبخوت، تاريخ حي هو تاريخ. نعم البورقيبية مثلا فترة حكم بن علي تبدو جزء من الماضي ولكنه ماضي منساب في الحاضر متململ. وهناك التاريخ بمعنى أنه هو سياق زمني ودي روبير، لحظات ومعالم موجودة في الرواية ولا بد من أو نستند إليها أو نشير إليها أو لكي نعرف نعلم أن هذا الحدث هذا الشيء يحدث في زمن محدد. هذه واحدة. مسألة ثانية، الكاتب، الكاتب لا يمكن أن يكتب ويتصرف كأنه هو الذي يؤول ما يشاء أو يعتقد أن نيته هي التي تؤول. يقول أنا لا أرمز إلى الحاضر، أن ترمز أو لا ترمز، ولكن ما كتبت لا، من نيتك شيء وكتاب ما كتبت هو لما كتبت ولك التأويل. نعم قلت رواية ممتعة، نعم قلت أردت المتعة، نعم، ولكن هل هذه الرواية لا ترمز إلى الحاضر؟ هذا شيء. شيء ثالث، ليس العرب وحدهم هم من يكتبون عن ال 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 عن التاريخ أو يستثمرون التاريخ كأنه شيء حاضر وممتد، الفرنسيون الإنجليز إلى آخره. فهناك إنما لابد أن نفرق بين التاريخ كتيمة وبين التاريخ كسياق ممتد ونلقحه ونملأه ونضعه خلفية. في أنا روايتي مثلا ليس فيها التاريخ، وفيها التاريخ ما هو تاريخ الظلم الاجتماعي الذي يعيشه المغرب في 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 معالم محددة، في أسماء، في أشياء، ولكنها ليست رواية تاريخية. إنما الرواية، والأستاذة هي اللي قالت عن هذا الموضوع وروايتها، أن أي رواية هي بطريقة أو بأخرى هي تاريخية، لكن ليس بمعنى أنها تكتب في تيمة التاريخ، لأن الرواية لا تكتب إلا عن شيء، رواية كجنس أدبي لا تكتب إلا عن شيء وجد واكتمل، ولذلك تحتاج إلى الماضي، ليست مثل القصة القصيرة، هذه الأجناس الأدبية
سواء كانت مجددة أو متطورة أو تجريبية، الرواية لا تكتب عن الحاضر، على بد لها من زمن اكتمل أو تراجع. وكل هذه الروايات التي هي أمامنا على الأقل فيها هذه الصيغة. شكرا. شكرا جزيلا، مساء الخير. أحب أن أسأل سؤال والإجابة متاحة لأي من الروائيين الأفاضل للإجابة عليه. للروائي القدرة على طرح أفكار وأضدادها من خلال حوارات شخصية، الشخصيات الروائية، شخصيات الرواية اللي عنده، فيقدر يطرح كثير من رؤية أحداث تحدث، لكن تفسير الحدث يختلف من خلال رؤية شخص مؤيد لهذا الحدث وشخص متضرر لهذا الحدث. هذا يعني كيف يقدر يتحكم به الكاتب الروائي ويطرح الأفكار وأضدادها من خلال هذه الشخصيات؟ شكرا. يعني أظن أنه هيدا واجب الروائي، وأنا أتحدث لأن هذا حدث في روايتي، لأني يعني أقدم وجهة نظر بين ما يفترض أنهما عدوين، وبالتالي أنا لا أؤمن أن الروائي يملك الأجوبة، ولا أؤمن أن يعني لا يملك الحقيقة، لن أقول الأجوبة، لا يملك الحقيقة ولا أحد يملك الحقيقة. وبالتالي حين تريد أن تكتب أو تريد أن تروي حدثا ما أو أن تكتب عن شخصية ما، لقد علمني هذه يعني هذا الأمر أحدهم، عليك أن تقف على 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 الطابق الساسين، على أعلى المبنى، لكي تستطيع أن ترى الشارع من كل الزوايا، لكي لأنك إن نظرت في اتجاه معين لن ترى ما هو خلفك. وبالتالي أظن أن الروائي لا يجب أن يكون الواعظ أو أن يكون الشخص الذي يحاول أن يقنع القارئ بوجهة نظر معينة، وبالتالي من المفيد أن يكون هذا التنوع في أن يحمل العمل الواحد الرأي والرأي النقيض. وقد حاولت تحديدا أن أفعل هذا في طابق 99 في الحوارات بين الفتاة التي عادت بوجهة نظر ربما مختلفة عن الحرب، وبين في حواراتها مع أهلها، يعني هم كانوا يدافعون عن شرعية الحرب وهي كانت بشكل أو بآخر تجويبهم، ومن ناحية أخرى كان هناك وجهات نظر مغايرة. وبالتالي أظن أن هذا مفيد، لأن ما أقوله دائما هو أننا ككتاب واجبنا ليس أن نقدم الرسائل الاجتماعية أو النعض أو أن نقدم الحلول، لأننا لا نملكها، يعني نحن بالنهاية أشخاص عاديون لا نملك دائما الأجوبة، ولأننا مسكونون بالأسئلة نكتب. شكرا. أي تعليق آخر؟ سعدت مساء. ميلو ديبرير، روائي ومترجم من الجزائر. أريد أن أقول في البداية أولا أننا كائنات تاريخية، أننا نعيش داخل التاريخ، أن كل شيء يعيش داخل التاريخ، أن المفاهيم تنمو داخل التاريخ ولا يمكن خروج من هذا التاريخ. ثاني شيء هو أنه حتى التاريخ لا يقول لنا التاريخ، يعني والتاريخ لا يعني الماضي تحديدا، لأنه حتى المؤرخين عندهم شكون أبل ليستوار دي تون بريزون، تاريخ الزمن الحاضر. الشيء الذي أعتقد لاحظته هو أنه أغلب الروايات تتحدث عن الماضي، لكن لا تتحدث عن ماضي بسيط، لكن تتحدث عن فترات تاريخية متأزمة. الشيء الآخر الذي لاحظته هو أنه كل الروايات تعود إلى هاجس الفرد
أو المجتمع الضيق، يعني مجتمع نسائي أو أسرة أو من هذا القبيل. أريد أن أسأل، هل الواقع العربي اليوم هو الذي جعلنا نرتد، هذا الواقع المشتت هو الذي جعلنا نرتد إلى لحظات أو أزمنة ماضية، وهذا الاقتتال، هذا الثورات الغير ناجحة في كثير من البلدان العربية هو الذي جعلنا أيضا نرتد إلى الفرد وهمومه؟ سؤالي، كيف يكتب الروائي اليوم في هذا السياق الكبير في السياقات العربية الداخلية؟ لأنه في المحصلة لا نملك سياق عربي واحد، لكننا نملك سياقات عربية متعددة. نكتب في الجزائر في سياق ما، المغرب، تونس، ليبيا، سوريا، اليوم العراق، لا نكتب في سياقات تماما متشابهة. أيضا الهاجس تاع الفرد أريد أن أيضا يحكوا عليه بعض الروائيين إذا حبوا. كيف يكتب كل روائي داخل سياقه الذاتي، داخل تاريخه الذاتي؟ كيف يكتب، كيف يتمثل الكتابة؟ شكرا جزيلا. شكرا. العودة للتاريخ لا تحتاج إلى مبررات، فعلا لا تحتاج إلى مبررات لنعود للتاريخ، لكن دائما له غوايته. تاريخ مغوي وجميل، دائما الماضي، كل لحظة سالفة هي مشروع للحظة حنين قادمة. هذا أولا. مثلا باتريك موديانو السنة أخذ جائزة نوبل، وصفوه باللجنة بأديب الذاكرة. حاليا فرنسا لا تعيش أزمة لا ثورة ولا ربيع، وهذا أي ليس هناك مبرر ليعود وليكتب دائما عن الحرب العالمية الثانية أو الأولى كما هو دائما مواضيعه. بالعموم من الحق المشروع كل الروائيين بالعالم دائما يعودون للتاريخ لأسباب مختلفة. حاليا نحن ممكن أن أنا شخصيا بطبعي ماضوية وأحب التاريخ، مسكونة بالتاريخ، بأسئلة التاريخ، بجمال التاريخ. التاريخ جميل، هاي نقطة. النقطة المهمة كمان أنه لما حكينا تاريخ المرأة، حاليا المرأة تعاني معاناته في عام 1920 أو 12، تبدأ روايتي أنا ألماس ونساء بالباخرة على ظهر الباخرة ب 1912، تعانيه الآن بظل الهجمات، هجمة العنيفة اللي جر المرأة للوراء ولي سربلتها ولجلببتها مرة أخرى. أنا أتحدث عن سوريا طبعا هنا. هذا سبب شرعي وكافي لأن أستعيد المرأة الدمشقية السورية بتلك المرحلة بكل أبعادها، بكل أحلامها، بكل ما كانت أو حاولت أن تفعله. هذا بالنسبة لي. شكرا. أنا وافق أستاذ جزائر كاتب واعد. نعم، نحن كائنات تاريخية ننتمي إلى التاريخ، ولكننا لسنا كائنات جامدة. كان عبد الجابري مرحوم فكر كبير، عبد الجابري يقول نحن التراث ولكن لسنا كائنات تراثية. مثلا الرواية الجزائرية مشكلتها أنها لا تريد أن تتخلص من هذا في جيل جديد من حسن الحظ بدأ يريد أن يتخلص من تراث الحرب التحرير، التي هناك ديولوجيا معينة تريد أن يظل شعب كامل وفكر كامل ثابتة فيها، وهذا يغطي على الماضي القريب وعلى الحاضر. فهذا نعيش في التاريخ ولا ننفصل عن التاريخ، ولكن أي تاريخ، تاريخ حيوي متحرك، مثل التاريخ مثلا الذي عالجه همور في 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 روايته. أما الانفصال عن الجماعة، هذه مشكلة عندنا، أنه كأنه نوع من الإدانة، كأن الكاتب العربي روائي الآن العربي حين يكتب عن الحالات الفردية فهو يخون أو يرتد. ما استعملت كلمة ارتد. نعم، ما هو ارتداد؟ ما هو أنت؟ فانتبه، انتبه. الارتداد ما هو ردة؟ عودة، عودة أم ردة؟ معنى أنه هو أخطأ طريق وارتد، يعني كان يعني مثل من الردة. مش قصده هيك. لا،
قصده أو لمس اللغة عندها مضمون وتحمل وعندها دلالات الفاظ قالب المعاني. أنا من وجهة نظري أن الآن الكاتب العربي بدأ يكتب الرواية حين بدأ يكتب عن الحالات الفردية، وهذه هي الرواية، لأنه رواية في التي رواية بدأت في الغرب هكذا حين ظهر مجتمع جديد بعلاقات اقتصادية جديدة في المدينة. الرواية هي المدينة، الرواية لا تكتب عن علاقات الاجتماعية في الريف، لأنه توجد علاقات أخرى فيها، وأول مدينة يوجد فيها الفرد بأزماته وكل صراعنا احنا مع هذه الدكتاتوريات اللي حكمت في هذا العالم العربي هو أن لا يوجد الفرد، أن لا يوجد الإنسان، أن لا توجد الذات، أن لا يوجد الحب. الحب الحب هو الداء، هو لا ضرورة، لا ممنوع الحب ضرورة. شكرا. هل تاني عاوز يرد؟ بتر في كولكت اول ذا كويستشنز، لو ناخذ كل الاسئله افضل. لا لا يلا ما. انا عندي وجهه نظر مغايره عن التاريخ، وعندي علاقه خاصه مع التاريخ، انه انا ما بحب التاريخ، واخر شيء ممكن كنت بتخيل اعمله اني اكتب عن التاريخ بس. وحتى كتب التاريخ يلي بيدرسونا اياها بالمناهج المدرسيه هي كتب العلاقه بالحرب العالميه الاولى والثانيه، ونحن كان عندنا حرب اهليه وما بنعرف شيء عنها. بس ليش كتبت عن التاريخ؟ لانه لا يعني حتى كنت مقاطعه ذهنيا، مقاطعه نفسيا المرحله التي سبقت، وبعدني لهلا انا شخص يتطلع الى الامام، وعلاقتي مع الحنين علاقه ملتبسه جدا لانه ما بحبه. بس بلحظه من اللحظات وقت تشوف انت انه الماضي هو امتداد للحاضر، انا لم اكتب عن الحرب كماضي، انا بكتب عن استمراريه الحرب، وبالتالي علاقتنا مع التاريخ هي مش بس علاقتنا مع التاريخ، هي علاقتنا مع الذاكره، مع الذاكرة الجماعية. التاريخ هو حدث، وحتى نحن هلأ بس نطلع من هيدي الأوضة رح يصير يعني هيدي الندوة رح تصير من التاريخ، رح تصير مجرد حدث، ولكن فعلا هي العلاقة مع الزمن حتى مع الأشياء اللي مستمرة، وبالتالي شرعي جدا أنه نحن نرجع لأي حقبة وما نقول أنه هيدي الحق. يعني بكل تاريخ بكل حكاية هي مش حكاية مؤقتة أو مرتبطة بزمن معين وحسب، وبالتالي كل حكاية هي تحمل ارتدادات وأصداء باللحظة الراهنة أو بشيء ممكن يصير بالمستقبل، لأنه الحكاية هي مش زمن، هي حالة إنسانية. وبالتالي من هون أنا رجعت على التاريخ وبعد علاقتي معه أني ما بحب بس هيك. مرحبا، اسمي هالة تروبي، أنا صحفية. سؤالي لجنى، معظم الروايات اللبنانية اللي مكتوبة بلبنان اللي قريتها ترتبط بطريقة أو بأخرى بالحرب اللبنانية، بتدور حوالي الحرب اللبنانية، بتحكي عن الحرب اللبنانية اللي هي وحدة بطرق مختلفة. بتشوفي أنه أنت ممكن تكتبي بعد روايات ما لها أي علاقة بالحرب اللبنانية، ولأيمت بدنا يعني قديش بده يمر وقت لحتى نشوف روايات عم تحكي عن شيء مختلف وبعيد كليا عن الحرب؟ يعني ايمت بدت قديش بده المجتمع وقت لحتى الذاكره تبقي يكون ذاكره منها هالقد متعلقه بالحرب بلبنان؟ في روايتي السابقه انا هي والاخريات لم اكتب عن الحرب، لم اكتب عن الحرب لا من قريب ولا من بعيد، واظن هناك روايات لبنانيه ولو كانت قليله ولكن لم تتطرق الى موضوع الحرب. ولكن أعود لأكرر ما كنت قد قلته سابقاً، وهو أن الحرب في لبنان مستمرة، وبالتالي لا يمكن أن نغض النظر عنها. لا، الوقت قدي نحن نحتاج إلى الوقت لكي نكتب أمراً مختلفاً. يعني هناك كتابات مختلفة، مثلاً في رواية مايا الحاج بوركيني هي رواية لا علاقة لها بالحرب، في رواية هلأ حالية كمان على كاتب لبناني، عم بحكي أنا عن الكتاب اللبناني المعاصرة أو الكتاب يلي من جيلي،
في أحمد محسن كتب رواية اسمها وارسو منذ قليل، كمان لا علاقة لها لا بلبنان ولا بالحرب، وبالتالي رشيد الضعيف، رشيد الضعيف كمان، وربيع بن جابر، وربيع جابر كتب كمان تاريخ، كتب تاريخ وكتب غير التاريخ، كتب اعترافات ميلس شيء له علاقة بالجريمة اغتيال رفيق الحريري اللي هو موضوع راهن، وبالتالي موجود. ولكن طالما الحرب اللبنانية لم تنتهي، وهي فعلا لم تنتهي، سنستمر نكتب عنها لأنه أسئلتها مستمرة. إذا بتشوفي في لبنانية هلأ في سيدة ناشطة جدا اسمها ودات حلواني بموضوع المفقودين اللبنانيين، يعني هن 17 ألف مفقود سواء في السجون السورية عندكم وحدنا أو مفقودين خلص. حتى بمجزرة صبرة وشتيلة بعد المجزرة فقد تقريبا 2000 شخص من سكان المخيم، وهيدا موضوع ما بنحكي عنه بالمرة، ولكن كتبوا فريدمان، توماس فريدمان بكتابه From Jerusalem to بيروت. بالتالي وقتها أنت تكوني هلأ بعائلتك مثلا، مش بعائلتي أنا أو بعائلة أي حدا، في 3-4 أشخاص مفقودين ما بتعرفي وينني وما عرفتي مصيرهم، أو أنت وعيتي لقيتي مثلا، أنا هيدا الشيء شخصي، أنه خالك عنده حالة نفسية أزمة من الحرب، بس حتى علاقتي مع أهلي وقتها أنا أطلب من حدا من أهلي يحكيني عن الحرب، ما بيحكوا عن الموضوع، وبالتالي أنا أعتقد أنه نحن بحاجة أنه نحكي عن الموضوع. شكرا. وقتنا انتهى، المناقشة ممكن تستمر برا، ونعزمكم على الريسبشن برا، ونشكر ضيوفنا ونشكر الجمهور والأسئلة، وشكرا لكم ومبروك لكم.